شمعون ومحمد حج حسن مؤسسي الموقع الإقليمي للبحث عن الوظائف أخطبوط، اللي رح يحكوا لنا عن أفضل الطرق للتعرف على الشخصيات الاستثمارية الداعمة وإدارة العلاقة معهم. مرحبا شباب، وأهلا وسهلا فيكم بهالوندا ويبينار. مثل ما ذكرنا، الحديث رح يكون عن الانجل انفسترز او المستثمرين الشخصيين. البداية خلينا نحكي طبعا عن موقع أخطبوط، وكيف تمت عملية، يعني كيف لقيتوا الانجل انفسترز تاعونكم، وكيف كانت البداية؟ اوكي، زي ما انت عارفة أخطبوط موقع للتوظيف، بيساعد يربط الشخص المناسب بفرصة العمل المناسبة. واحنا سوقنا بيسكلي الشركات اللي نتعامل معاها والباحثين عن عمل نتعامل معهم، هم اي باحث عن عمل عم بفتش على شغل بمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، يعني بجميع البلاد العربيه. اول ما فكرنا بفكره أخطبوط كانت بسنه 2006، كانت هاي بدايتنا. فكرنا انه ما في طريقه سهله وما في طريقه فعاله لانه الشخص في الوطن العربي عم يفتش على شغل يلاقي شغل اللي بده اياه، ومش يلاقي اي شغل، يلاقي الوظيفه المناسبه اللي بتناسب القدرات اللي عنده، وبنفس الوقت الشركه تلاقي الشخص المناسب اللي بتناسب مع المتطلبات لهي الوظيفه المعينه. فشفنا حل زي أخطبوط ممكن يعبي هذا الفراغ اللي كان موجود بالسوق بوقتها. فبلشنا بسنه 2006 بشهر 8، وبناء الموقع أخذنا حوالي 10 أشهر. فبلشنا نزلنا أخطبوط على الإنترنت، يعني نزل أخطبوط was launched على الإنترنت بشهر 6 2007. أوكي تمام. قديش أخذتكم وقت لتجلبوا الاستثمار لأخطبوط؟ لا، أنت عم تحكي استثمار من الانجل انفسترز. اتوقع احنا بدينا نفكر انه بدنا انجل انفستمنت بحوالي اتوقع ب 2008، باخر 2008. هلا احنا الابروتش تبعنا للانجل انفستمنت ما كان، يعني ما فكرنا بالانجل انفستر من اولها، وبكل صراحه ما كنا عارفين عن مصطلح انجل انفستمنت وشو معناته. فاحنا كنا سامعين عن شيء اسمه فينتشر كابيتال، وتوقع اسمه فينتشر كابيتال يعني التمويل من الشركات المستثمره. فرحنا حكينا مع شركه كان اسمها بوقتها اسمها رياده، وحكينا مع السيد خلدون طبازه، وهو كان بفهم بهاي الشغلات، وصراحه تعلمنا معه انه كيف نحكي مع الفينشر كابيتالز وكيف نحكي مع الانجل انفسترز. فبلش مشوارنا بال2008 مع شركه رياده، وعلى اخر توصلنا انه اجانا الانجل انفستمنت باخر شهر اخر 2009، يعني او دخل الانجل انفستر بديسمبر 2009، كان اول انجل انفستر دخل معنا. فصراحه المشوار كان طويل، وكثير منه كان مشوار، يعني كان منه تعليم، عم نتعلم احنا عن الفالويشن، عم نتعلم عن الابروتش تبعنا كيف نحكي مع المستثمرين، ونتعلم اصلا شو هو هذا العالم اوف انجل انفستمنت. فعشان هيك طولت معنا شوي، بس يعني بالاخر دخل علينا الانجل انفستر ب 2009 والحمد لله. يعني وفي بسنه 2008 كمان الوضع الاقتصادي ما كان ممتاز. فما كان ممكن الواحد basically to raise capital، يعني يطلع يجيب مصاري سواء من كان angel investor أو VC. ما كانت العملية سهلة. فأتوقع كمان هذا سبب تاني ليش طولت العملية معنا. 100%. لأنه تجمدت كل الأموال بالعالم كله، تجمدت لفترة 6 أشهر. صحيح. طب نسألكم، أنتوا قصدتوا إنه تبحثوا عن venture capital funding او راس مال مخاطر، ولا انجل انفستر اللي هو مستثمر شخصي؟ احنا في بدايه مشوارنا كان القرار انه بدنا funding، بغض النظر الفاندنج كان من انجل انفسترز ولا كان من في سي venture capitalist investor. اول ما بلشنا نحكي حكينا مع في سي، لانه احنا المتعارف عليه كان انه اول ما بدك انت funding تحكي مع في سي وبتشوف تعمل evaluation، وعلى اساس هاي الفالويشن الفي سي بيحط مبلغ معين وبياخذ مقابل هذا المبلغ نسبه معينه من الشركه.
فبلشنا حكينا مع عدة VCs. VCs كان في منهم بالأردن، في منهم خارج الأردن. وبطبيعة الحال إحنا بعد ما انضمينا ل Endeavor اللي هي مركزها بأمريكا تدعم الريادة والرواد بالوطن العربي وبالبلاد النامية، تعرفنا على الانجل انفسترز الموجودين في المنطقة، وصار في بيناتنا علاقة شخصية أكثر. وبناء على هاي العلاقة الشخصية تطورت الفكرة براسنا إنه ممكن كمان نلجأ لإلهم بالإضافة للخيار تبع الفي سي. فكنا عم نحكي مع الفي سيز وانجل انفسترز بنفس الوقت، وبناء على الفيدباك اللي أخذناه من هون ومن هون حسينا إنه بالوقت الحالي الخيار الأفضل تبعنا إنه نبلش بانجل انفسترز. بس ما كنا مقررين قبل ما نحكي إنه خلاص بدنا انجل انفسترز أو بدنا في سيز. يعني أنا بدي أزيد إشي، يعني اللي إحنا لاحظناه يعني بمشوارنا يعني في الانجل انفسترز، إنه الانجل انفستر شخص تتعاملي مع شخص هو بيتخذ القرار، بده يحط المصاري، عاجبيته الفكره بده يتصرف، خلص بتصرف بسرعه. اما اذا حدا رايح بده عم بحكي مع فينتشر كابيتال، بطبع هالفينتشر كابيتال شركه وعندها مجلس اداره والقرارات، يعني في بيروقراطيه باتخاذ القرارات، فشوي كانت العمليه ابطا بالنسبه للفينتشر كابيتال، وكانت اسلس واسرع بالنسبه لانجل انفسترز. فهذا انا اتوقع هي ايجابيه بالنسبه لانجل انفسترز. تقدروا تحكوا لنا شوي عن بنود الاتفاقيه اللي عملتوها مع الانجل انفسترز، وكيف اخذتوا قرار قديش توزعوا طبعا نسبه الشركه بينكم وبين الانفسترز؟ هي العلاقه مع الانجل انفسترز بشكل عام هي علاقه شخصيه بتكون، يعني اول شيء احنا نطلع عليه كيف علاقتنا مع هدول الاشخاص، علاقه كويسه، بنتفق معهم، بيتفقوا معنا، هم حابين الفكره، مقتنعين فيها. بناء على هاي المعلومه احنا بنبلش معاهم بالترمز تبعت الاجريمنت، وحسب الشخص هي بتعتمد على الانجل انفستر، لان احنا كمان تواصلنا مع اكثر من انجل انفستر وكان كل واحد عنده وجهه نظر مختلفه. احنا كنا محظوظين بالانجل انفسترز اللي احنا قدرنا انه نتفق معهم، اعطونا حريه تامه بشركتنا باخطبوط. صار عندهم يعني مجلس الاداره تبعنا صار 3 اشخاص بدل شخصين، هاي احدى البنود اللي كانت عندنا بالاتفاقيه. بس من ناحيه حريه العمل، شو الاستراتيجي اللي بدنا نعمله، شو وين بدنا نطلع، شو بدنا نسوي، موجودين هم نسالهم، موجودين هم ينصحونا، وكل ما نطلب منهم شغله ما بيقصروا معنا. بس باخر النهار يعني ايش قرار بنتخذه هم يعني بيكونوا واثقين انه هذا هو القرار الصحيح اذا احنا مقتنعين بهذا القرار. فما في كثير يعني مش محصورين احنا باي امور معينه بالنسبه للبنود اللي بالاتفاقيه. وبس بالنسبه للبنود كمان يعني الشركه اللي احنا تعاملنا معها اللي هي وقتها كانت شركه رياده، ساعدتنا كثير بالامور القانونيه والبنود التفصيليه، لانه يعني لما الواحد على الاخر لما في عمليه بيع وشراء لازم الواحد دائما يعني الاول شرط اخره رضا، يعني كل ما كانت البنود مفصله كل ما الكل برتاح. فيعني هاي كانت تساعد، وبنفس الوقت احنا يعني كان في اخذ وعطاء يعني مع الطرفين بالنسبه للاجريمنت النهائي. بوجود 3 مستثمرين اكيد كل شخص او كل مستثمر عنده نصائحه وتوجهاته المعينه، كيف عرفتوا باي نصيحه تاخذوا؟ هلا احنا بالاخر يعني نسمع للكل. هلا الواحد يعني احنا عندنا مجلس اداره، هلا في فرق بين المستثمر اللي بيكون عنده نسبه من الشركه وبيكون عنده يعني مالك او حامل اسهم بالشركه، وفرق بين الاداره اللي بتدير الشركه بشكل يومي ومجلس الاداره اللي هي يعني بتتابع على الاداره اليوميه. ففي عندنا مستثمرين عندهم يعني اعضاء بمجلس الاداره، وهدول بيساعدونا وقراراتهم بصراحه يعني بديش احكي اهم، بس يعني وزنهم اكبر لانه هم بيمثلوا
طرف يعني اوفيشال بالشركه. فاحنا يعني هذا هو الستراكشر تاع شركه مثل اي شركه، سواء كانت مساهمه عامه ولا مساهمه خاصه او غيرها. اما بالنسبه للنصائح الثانيه، احنا دائما بنسمع النصائح وبنرد عليها، لانه احنا مصلحتنا هي مصلحه الشركاء، يعني المصلحه واحده، يعني على الاخر اذا شيء راح يفيد الشركه يعني ولا حدا راح تفرق معاه من وين اجت الفكره، المهم تكون فكره جيده ومفيده للشركه. وفي كمان نقطه ثانيه بس اضيف شغله على اللي حكاها محمد، انه احنا بالنسبه للنصائح اذا احنا بدنا نصيحه ما بنلجا بس للانجل انفسترز اللي عندنا، عندنا احنا اصدقائنا، عندنا معارفنا، عندنا يعني اذا بدنا نصيحه وبنعرف انه مثلا هذا الشخص ملم بهذا الفيلد او بيعرف اكثر بهذا المجال، بنسعى لنصيحته. احنا عندنا كمان على اخطبوط بورد اوف ادفايزرز جايين من اندفر، كمان بتضم 3 اشخاص غير الانجل انفسترز اللي عندنا، وكل شخص له اختصاصاته. يعني اذا احنا مثلا بدنا نصيحه بالتسويق او بالبراندنج او كيف نفوت على سوق معين، كل واحد بيكون مثلا شغله مارد فيها او ضمن خبراته اللي هو بتميز فيها عن غيره، فبيجوز مرات نلجأ لهذا الشخص اكثر من غيره. بس بالنسبه للنصائح زي ما حكى محمد، احنا ما بنسكر الباب يعني من اي حدا او من اي جهه. اوكي طيب، برايكم شو هي احسن واسهل طريقه للتعرف على الانجل انفسترز؟ الواحد يبلش يبحث عنهم ويعرف مين الشخص المناسب له؟ على فيسبوك بجوز. انا بصراحه يعني اتوقع الانجل انفسترز بالعالم العربي او بالاخص بالاردن معروفين يعني، وصار في نتورك وعم تكبر والكل بيعرف الكل يعني، يعني صار موضوع اصلا الانجل انفسترز يعني عم بيهتموا فيه ناس اكثر واكثر. صحيح، يعني في انجل انفسترز معروفين بالبلد، ويعني اول خطوه انه الواحد ممكن يسالهم هم، وإذا هم مهتمين، إذا مش مهتمين بجوز هم ممكن ينصحوا بمين مهتم. وصراحة النتوركس اللي موجودة بالأردن هلأ يعني، والحمد لله يعني اللي صار بآخر 2 أو 3 يعني، عن جد اللي بده شغلة بيلاقيها يعني، بس عليه يطلع برا البيت يطلع راسه ولا بيلاقي مين ينصحه يعني، بالذات بمجال الريادة. فيعني هذا أنا بس بالنسبة لي إشي سهل جدا، وإذا أي حدا عنده سؤال لنا إحنا مستعدين نساعده. بالضبط، في هي الانجلز، في عندك السوبر انجلز اللي زي فادي غندور مثلا، عنده يعني اول ما تحكي انجلز اول بجوز اسم بخطر ببال الواحد. احسن طريقه يعني هم زي ما حكى كمان محمد، الانجلز معروفين ومو كتار اللي موجودين بالمنطقه، بس كيف الواحد يتعرف عليهم؟ بجوز افضل طريقه عن طريق كومن فريند، معرفه مشتركه بيني وبين الشخص، على اساس يجي هو يعمل يعرفنا على هذا ويعرف الانتربرنور على الانجل انفستر، وبعدين هم they basically take it from there يعني ببلشوا بيحكوا بتفاوضوا. وانا بتوقع برايي يعني هاي احسن طريقه. يعني ازيد شيء صغير، يعني الواحد هيك يمكن مرات بفكر بباله يعني لما يسمع هدول الاسماء وبفكر انجل انفستر بقول طب يعني معقول يرد علي؟ يعني لو انا بعثت له ايميل ولا شفته بكونفرنس اروح احكي معاه؟ يعني 99% الشانس انه لو رحت حكيت معه الاجابه رح تكون ايجابيه، يعني رح تلاقيهم يعني بالعكس انه اول شيء يعني اكثر ناس متواضعين، اكثر ناس يعني رح يفهموك، واكثر ناس رح يجاوبوا معك. فيعني هاي الشغله، هذا اذا واحد فرضا خايف او عنده تخوف من هذا الموضوع، بالعكس خليه يعني بس يعني يسال، خليه شوي هيك يجازف يعني. يعني اسوء شيء ممكن يصير انه يحكي له لا يعني. بس هاي هي يعني بالضبط. شو هي الميزات اللي بيحصل عليها الواحد لما بيشتغل مع انجل انفستر؟ كثير ميزات، كثير ميزات، وكمان بيعتمد على الانجل انفستر، بيعتمد مين الانجل انفستر، شو خبرات الانجل انفستر، هل الانجل انفستر نفسه جديد باللي عم بيسويه ولا مستثمر بشركات ثانيه مشابهه، بيعرف بالاندستري والفيلد اللي احنا فيه. احنا شو استفدنا مثلا؟ خلينا ناخذها على مستوى اخطبوط. الانجل انفسترز اللي بنتعامل معاهم عرفونا على اشخاص كان بجوز صعب نتعرف عليهم بطرق ثانيه، دخلنا على شركات على بلاد ثانيه، بيكون عندهم كونكشنز فبيفتحوا لنا ابواب. بطبيعه الحال بيكون مرات عندهم خبره بالاندستري نفسها، بيفيدونا.
داخلين بيعرفوا على سبيل المثال دول الخليج وين نفوت، مع مين نفوت، شو نسوي. مواضيع زي هيك بيكونوا هم اوريدي خاضوها وعملوها وجربوها، وبنتعلم احنا من اخطائهم. فيعني انا برايي بحكي هي كونكشنز، بيعرفونا على اشخاص بيفتحوا لنا ابواب، زائد الليرن كيرف تبعنا بيكون اسرع، بس بدنا نبلش شغله جديده او نخوض بمجال جديد. انا بدي ازيد نقطه، يمكن نقطه صغيره، انه بتعطي الشركه يعني 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 بترفع الشركه ليفل، يعني الواحد بصير عنده شويه كريديبيليتي اكثر، انه في حدا دعمك من برا الشركه، انه دعم هاي الفكره او دعم ال 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 المؤسسين او دعم الفريق اللي عم بمشي بهاي الفكره. فهذا نوع من الكريديبيليتي، يعني عنده قيمته. لما انت تيجي تحكي والله فلان مقتنع بفكرتي، يعني هاي لها وزنها، وانا اتوقع هذا شيء كمان زياده بيعطيه الانجل انفستور. وبيساعد if you want to raise مثلا second round round A، بيحكوا مين في عندك على البورد، والله عندي الفلان الفلاني اللي هو بيعتمد بطبيعه الحال على مين الانجل انفستور. فبتزيد يعني اذا مثلا احنا بدنا الراوند الثاني تكون من في سي معين، ثقتهم بتزيد تكون اعلى، بس يعرفوا انه والله في جماعه معينين they're backing، يعني عندهم دعم لشركه زي اخطبوط. طيب اكثر شيء طبعا الرواد الشباب اللي مثلكم بحبوا دائما يعرفوا عن التشالنجز او الصعوبات اللي واجهتوها وكيف تخططوها بالبروسيس، يعني هاي فخبرونا عنها شوي. صعوبات باختيار الانجل انفستر؟ لا يعني العملية كلها العملية كلها بالضبط، التشالنجز هي، لانه انا بالنسبه لي يعني يمكن اكبر صعوبه انه الواحد فعلا يعني بيكون عم بيشتغل شغله الطبيعي، يعني احنا بحالتنا طبعا باخطبوط والتوظيف وكذا، وفعلا يعني بدخل مجال ثاني، عالم ثاني، يعني مجال التمويل والانجل انفستنج والفنتشر كابيتال، هذا كله يعني طابع شغل لحاله. فالواحد يعني مضطر يتعلم مهنه تاني، يتعلم شو تفاصيل هاي المهنة، وشو الواحد يعني كيف الواحد يعمل نيغوشيشن لكونتراكت، خصوصا بأوليتها أنا ما سويت هذا الحكي قبل هيك. بالضبط بالضبط، شو أسوي، وين أروح، هذا البند معقول ولا مش معقول بالضبط، is it fair basically، هذا هو السؤال، متعارف عليه بعالم الانفستنج ولا لا. فمهم الواحد يكون عنده شخص يسأله ويثق برأيه، ويكون رأيه محايد بطبيعة الحال، بالضبط، ما يكون مع الانجل انفستور وما يكون بطبيعة كمان معنا. ف يعني انه كمان بنفس الوقت انه الواحد بيخاف، يعني اذا لا سمح الله عمل غلطه يعني بهاي المرحله، على اخر شركته بجوز يعني يخسر نسبه، بجوز يحط عليه بند يعني قاسي زياده عن اللزوم. يعني هاي انا كلها بعتبرها صعوبات، لانه الواحد فعلا عم بتعلم مهنه جديده. رحنا على وركشوبس بامريكا، بيطلعوا عنا في سيز من امريكا بيشرحوا لنا راوند اي او اول راوند، بس انتم بدكم تجيبوا مستثمرين، قديش لازم، ايش احسن نسبه ياخذوها من الشركه اللي هي تكون نسبه كبيره كفايه على اساس انهم يهتموا وتكون محرزه بالنسبه لهم، وما تكون كبيره لدرجه انه انا كانتربرنور لسه مبلش الشركه باول المشوار اخسر نسبه كبيره. فبس يدخلوا كمان براوند مثلا 2 او راوند 3 بصفي انا كرائد ما عندي نسبه، او عندي النسبه الاصغر من الشركه. وفي كمان بنود معينه احنا واجهناها هون بعمان خصوصا، ما كنا عارفين اذا يعني ما كنا عارفين شو نقبل ما نقبل، از ات اوكي بيسكلي از ات نوت اوكي. فكنا كمان محظوظين انه كان عندنا اول شيء رياده، يعني خلدون كان داخل بهذا الموضوع اكثر من مره وعامل ديلز مع في سيز اكثر من مره، وكان عندنا كمان اندفر بنفس الوقت، يعني بابهم دائما كان مفتوح، وايش ما عندنا اسئله كانوا بيجاوبونا وما عمرهم كانوا بيقصروا معنا، خصوصا لما كنا عم نكتب الاجريمنت والتيرمز مع الانجل انفسترز، اضطرينا انه نستعين فيهم اكثر من مره. وباكثر من حاله هم بعثوا كمان للانجل انفسترز وفي سيز بسيليكون فالي وسالوهم اخذوا رايهم ورجعوا لنا حكوا لنا هذا الوضع الطبيعي الستاندرد انه يكون هيك هيك هيك. وبيسكلي يعني الليرنينج كيرف تبعنا كثير كان عالي بالاول. طبعا عم بيجينا اسئله على
اللايف شانل تبعنا. خلينا ناخذ شويه اسئله نجاوب عليها من المشاهدين. سؤال بسأل: كم عائد الشركة السنوي وكم كانت قيمة الاستثمار؟ ما بعرف إذا هذا يعني شيء. هي دائما الأرقام أو الأسئلة بتنسأل. دائما الأرقام. أو سؤال ثاني: كم نسبة عائد الاستثمار؟ نسبة عائد الاستثمار؟ نعم. هلا النسبة ما بتبين هلا، يعني نسبة العائد طبعا. لأنه هلا هي الفكرة إنه الواحد لما بده يستثمر بشركة بيعطي قيمة للشركة، وهاي القيمة طبعا يعني مبنية على أسس معينة طبعا، حسب الشركة وحسب البلانز تبعون الشركة ولا آخره. هلا بتنعطى قيمة وبنضخ فيها مبلغ معين من الاستثمار. هلا هذا يعني فبصير لها الشركه قيمه كامله، قيمتها القديمه والقيمه الجديده اللي هي زائد الاستثمار. هلا الشركه بدها تعمل شغلها، هلا بدها تو كرييت فاليو، بدها تزيد قيمتها يعني بالمصاري اللي اخذتها. طبعا المصاري رح تاخذها لمرحله ثانيه، هاي المرحله الثانيه رح تكون تعطي قيمه جديده للشركه، هاي القيمه الجديده احنا لسه ما وصلنا لها، فلسه ما بنعرف شو عائد الاستثمار لانه احنا ما وصلنا للمرحله الثانيه اللي تقدر تقارن بين القيمه القديمه والقيمه الجديده. سؤال ثاني: الانجل عاده بطلب الانجل انفسترز حصة بالشركة ولا بس ريفينيو شير؟ عادة الانجل انفستر بياخذ زي ما بياخذ الفي سي، بياخذ حصة بالشركة. ما عمره مر علينا احنا اوبشن لريفينيو شير. لا ما كانت هاي الشغلة واردة. بياخذوا حصة بناء على الفالويشن تبعت الشركة وبناء على المبلغ اللي هم حطوه او ضخوه بالشركة. بالضبط. انتم بتشجعوا الواحد يبحث عن انجل انفسترز بمنطقتنا ولا بالغرب؟ هذا سؤال ثاني. منطقه المينا حسب شمال افريقيا ولا بالغرب؟ بيعتمد على كثير شغلات، بيعتمد على كثير امور، بيعتمد انا سوقي وين، سوقي بالوطن العربي ولا سوقي بالغرب. مهم انا اللي يدخل كانجل انفستر يكون عنده خبرات بمنطقه الوطن العربي ولا بالغرب. يعني انا مدخل فكره جديده على الوطن العربي، مثلا مدخل العاب مو موجوده بالاصل بالوطن العربي، بدي واحد خبير من الغرب يكون عنده خبره بهذا الموضوع، ولا انا مدخل شيء معروف بالوطن العربي، بدي واحد زي ما بحكوا يعني خبير سوق، بيعرف السوق، بيعرف يدخل على دول الخليج، بيعرف يدخل على دول بلاد الشام، عنده كونكشنز هون وهون. فكل واحد لها حسناتها وسيئاتها. يعني انا برايي بيعتمد على انا سوقي وين، وبيعتمد على انا غير المصاري، يعني انا شو بدي من الانجل انفسترز. لانه عاده انا يعني when I want to raise funding عندي خيارات غير الانجل انفسترز وعندي غير الفي سيز، ممكن اخذ قرض من البنك. يعني هذا كمان خيار وارد، وممكن خيار ارخص كمان، يعني ممكن خيار ارخص بنفس الوقت، يعني ما البنك ما راح ياخذ حصه من شركتي. فببعث له بدفع له فائده وبرجع القرض باخر يعني كم من سنه وهي هي. فانا باخذ الانجل انفستر لانه هو بيكون بدخل فاينانشلي على الشركه، وكمان هي والاد فاليو بيضيق عنده فائده على الشركه، انا بيعتمد على شو الفائده اللي بدي اياها. وشيء هذا بالنسبه لنسبه الشركه، يعني اغلى شيء بالشركه هي حصه من الشركه. يعني الواحد اذا بده يعني يعطي لواحد جزء من ايراداته، ولا بده ياخذ قرض من البنك، يعني لسه ما دخل يعني فعلا بالكور تبع الشركه اللي هي حصه الشركه، هذا اغلى شيء. فانت فعلا انت لما انت تدخل واحد انجل انفستر ولا مين ما كان وتعطيه حصه من شركته، هذا اغلى نوع تمويل ممكن تاخذه من السوق. فانت لازم فعلا تاخذ بالمقابل شيء كبير، يعني هذا الانجل انفستر فعلا لازم يفيدك باكثر من شغله، لانك فعلا انت عم تدفع غالي يعني هذا الشيء. سؤال ثاني: هل البحث عن المستثمر لمشاركة الخسارة ام الربح؟ يعني هو يعني اكيد الواحد ما بيكون بيطمح انه يخسر، فبيطمح انه يربح. والمستثمر الانجل انفستر بيدخل على اساس انه بيكون شايف مستقبل للشركه اللي هو مستثمر فيها. فاحنا بطبيعه الحال احنا متفائلين،
والانجل انفسترز اللي معنا متفائلين ومهم الواحد باي حال يكون متفائل. اكيد. نرجع للعلاقه بين الانجل انفستر والشباب اللي مثلكم، كيف بتنصحوا هالشباب يبنوا علاقه ناجحه ويعني تو كالتيفيت او يديروا بالهم على مر الزمن يديروا بالهم عليها بعد ما تحصلوا على التمويل؟ يعني هلا طبعا الواحد يعني هلا لما انا فرضا انا ويوسف بنروح بنحكي قدام انجل انفسترز، يعني احنا كمان عم نحكي يعني سمعتنا الشخص يعني الخاصه، يعني انه اتس اون ذا لاين اور بيرسونال ريبيوتيشن، عزمتنا احنا قاعدين بنحكي. يعني فعلا احنا لما احنا نروح فعلا لازم انه يبين للانجل انفستر انه انت امين، يعني امين على 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 المصاري اللي انت اخذتها، وفعلا انت عم تصرفها بالطريقه المناسبه والمحل الصح لتزيد من قيمه الشركه. هلا طبعا انت ما صار راتبك ضرب 5 مثلا، اول ما اخذت المصاري الواحد يرفع راتبه والله يضل وما يصرف على شغلات ثانيه. فعلا هي الشغله انه الواحد لازم يعني هذا استثمار، فانت المصاري اللي انت عم تصرفها المفروض تكون يعني نوع الصرف طبيعه الصرف لازم تكون استثمار بالشركه. وانا بالنسبه لي ما دام الواحد ضله مركز على هذا الشيء ومقتنع بهذا الشيء اتوقع علاقته مع الانجل انفستر بتضلها قويه وبضلها أمينة. هي يعني أنا بالنسبة لي كمختصر مفيد، يعني هي شغلة ثقة، وهاي الثقة ما بتيجي بين يوم وليلة، تنبني على مر السنين وبتبين بآخر النهار، بتبين الشخص بيسوي زي ما بيحكي ولا ما بيسوي زي ما بيحكي بس بيحكي. فهاي شغلة مهمة كتير، وبتبين من الانجل انفستر لنا ومن احنا للانجل انفستر بنفس الوقت، يعني في ثقة إحنا نثق فيهم هم بيثقوا فينا. في كمان سؤال عن موقع أخطبوط، شاب بسأل ما هو الجديد الذي قدمه موقع أخطبوط عن مواقع التوظيف الأخرى إذا تحبوا تحكوا؟ في عدة شغلات جديدة، عدة شغلات جديدة. في شيء اليوم راح ينزل جديد كمان يعني. في يعني هاي بجوز خليها بعدين يعني. بس عندنا احنا سوشيال ميديا ابروتش، مثلا احنا السوشيال ميديا ابروتش تبعنا مش موجود باي وظائف او مواقع توظيف ثانيه، وبيعتمد هو السؤال بيعتمد من وجهه نظر الباحث عن العمل ومن وجهه نظر الشركه. بس خليني احكي مختصر مفيد عن السوشيال ميديا ابروتش تبعنا، واحنا بنستغل فيسبوك وبنستغل تويتر وبنستغل لينكد ان لان نوصل الباحثين عن العمل. فخلينا نحكي من وجهه نظر باحث عن العمل. احنا اذا بتجينا شركه بدها شخص بمؤهلات معينه، عن طريق السوشيال نتورك تبعتنا احنا بنقدر نوصل لعدد اكبر من الباحثين عن العمل من اللي كان بنقدر نوصله على اخطبوط الحال. فزي ما احنا بنعرف مثلا وجود فيسبوك بالوطن العربي كبير بمعظم البلاد، فاذا انا بدي شخص او انا بعرف شخص عربي ساكن بتونس مؤهل لهي الوظيفه اللي انا معلن عنها، بس انا بعرف انه بجوز بتونس ما في موقع توظيف معروف او موقع توظيف بغطي كل دول شمال افريقيا. فاحنا من خلال الفيسبوك ابلكيشن اللي طورناها من داخل اخطبوط نقدر نوصل لهذا الشخص. فهي واحده من الشغلات. كشغله ثانيه مهمه من وجهه نظر الجوب سيكرز، انه انا كباحث عن عمل 95% من الوقت بيكون عندي سي في، ما بحتاج ابني سي في تي من اول وجديد. فاحنا اخطبوط بيسمح له يدخل على الموقع ويحمل سي فيته كما هي. العمليه كلها ما بتاخذ اكثر من 5 دقائق، وبصفي انا بقدر ابرز مواهبي وقدر ابرز قدراتي للشركه بالطريقه اللي انا بدي ابرزها، اللي هي شكل سي فيتي زي ما هي، ما بتكون سي فيتي مبنيه، بيكون شكلها مثل شكل اي سي في ثانيه. فهاي بس شغلتين يعني ممكن احنا نطول في هذا السؤال شوي، بس يعني عم نحاول نكون مختصرين قد ما بنقدر. يعني اللي بعت هذا السؤال خليه يبعث لنا على تويتر او ايميل، ما ببعت له مجلد. نرجع لموضوعنا، سؤال ثاني، بتفضلوا او هو افضل الواحد يبلش بعمله بشركته لحاله بدون انجل انفستر او بدون بنك ولا لا؟ يعني اذا الواحد عنده الفرصه انه يعني يعمل شغله بدون ما يضطر ياخذ انفستمنت من حدا، يمشي بهذا الاتجاه ولا لا؟ اضبط يكون عنده انجل انفستر
هلا هلا في شيء بدي انا ازيده. يعني في عندك مراحل من الـ من الـ من التمويل. هي مرحله الانجل انفستمنت هي مش اول مرحله. في مرحله بتيجي قبلها اللي هي يعني بيسموها سيد فاندنج. هلا هاي السيد فاندنج اللي هي فعلا الواحد عنده فكره لسه ما عنده شركه ما عنده ويب سايت اذا كانت كذا بس بده يطبق فكره معينه وبده مصاري عشان بس يقلع شويه. هاي المرحله هي مرحله السيد فاندنج. يا ممكن تيجي من اهله من اصحابه من قرايبه او ممكن تيجي من 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 بروجرامز. يعني في برامج مثل اويسس 500 هلا عم تبدا عم بتدخل هاي الفكره انه شركات عم تدعم على بمرحله سيد فاندنج. فيعني الواحد لازم يكون يعني لازم تكون واضحه هاي الشغله انه الانجل انفستر مش اول مرحله تمويل. لازم الواحد يبني شركه او يبلش بالشركه ويبلش يطبق فكرته قبل ما يروح عند انجل انفستر. ولازم يعملها هذا بالسيد فاندنج. يعني ما بتفهم من وين جاب السيد فاندنج بس لازم تبدا بمرحله السيد فاندنج. وبطبيعه الحال اذا الشخص ما بيحتاج انجل انفسترز ما في داعي يجيب انجل انفسترز. بالضبط. لانه انا باخر النهار ما بدي اخسر نسبه من شركتي او ما بدي اخسر نسبه كبيره من شركتي في البدايه. فبدي احاول انا ااجل الموضوع قد ما بقدر بس ما ااجل الموضوع لدرجه انه خلص يعني بدي يعني اذا ما بيجيني استثمار بكره خلص بسكر. فهي شغله مهمه. تمام. سؤال ثاني اجانا حلو. بقول بتفضل تختار فينشر كابيتالست عنده مبلغ كبير يقدمه ولا انجل انفستر مع مبلغ صغير؟ هلا اول شيء بالنسبه للمبالغ الانفستمنت اللي انت بتاخذها الاستثمار اللي انت بتاخده لازم تاخذ الحد الادنى من المبلغ اللي معروض عليك. يعني واحد بعرض عليك 100,000 وانت فعلا بحسبتك انت بس بتحتاج خلينا نقول 50,000 بس خذ ال 50 ما تاخذ اكثر لان بتدفي اكثر يعني سيفتي يعني بس ما تاخذ كثير اكثر يعني ما تاخذ اضعاف من الـ من الـ من الـ من المبالغ اللي انت بتحتاجها. هلا هي ليش الفكره هيك؟ لانك يعني انا برجع لنقطه الاولى اللي هي فعلا ان اغلى شيء ممكن انت تعطيه من شركتك هي الحصه من الشركه. فانت بالنسبه لك انه انت كان ممكن تاخذ المبلغ الصغير ترفع من قيمه الشركه لحد معين وترجع تاخذ على مرحله ثانيه مبلغ ثاني وانت بتكون كسبان لانك انت بتكون اشتغلت بهدول ال 50,000 اللي اخذتهم اول شيء وطبقت افكار معينه واثبتت افكارك ورفعت من قيمه الشركه. المرحله الثانيه لما انت تيجي تطلب ال 50 زياده بتكون على قيمه اكبر. كمان شغله يعني كثير من الاجوبه لهي الاسئله كمان بيعتمد على مين الانجل انفستر بيعتمد على مين الفي سي. واذا انا الفي سي بيجي بيحكي لي خذ مبلغ معين هو اضعاف المبلغ اللي بيعطيني اياه الانجل انفستر هاي مش شغله منيحه. لا لانه الفي سي راح ياخذ اضعاف من قيمه الشركه. فاذا عم نحكي على نفس الفالويشن والفي سي بدخل بمصاري اكثر وخلينا نحكي ضعف انا شو بحتاج انا ما يعني هي مغريه اكيد بتكون مغريه انه والله انا جايني كثير يعني مبلغ كبير عم بتضخ بالشركه بس الواحد ما لازم يكون يعني يقاوم هذا الاغراء ويستنى لبعدين ودائما يعني الشركه اذا هي عم تكبر اذا انا اي ريز ماني اليوم بفالويشن معين او بعد سنه اللي بعد سنه بطبيعه الحال بيكون الفالويشن تبعت الشركه بيزيد. ف يعني كل ما بقدر استنى كل ما بقدر اكون بسموه زي بوت سترابينج ما اظني الله اجل. وهي مشكله كمان شو بصير مع الرواد عاده من اللي كثير من السيمينارز اللي رحناها بحكوا لك الانتربرينورز اول ما يجيهم مصاري كثير بصفي زي ما بتنفتح الحنفيه يعني بس بطل في كنترول على الصرف بصفي رواتب على سفرات على كذا على استراتيجي على بدخل برودكتس جديد لونشينج لسيرفيس جديده. فكمان مهم الواحد يكون بغض النظر قديش معه قديش المبلغ اللي عنده يكون كثير حريص بصرف اي سنت حتى من المصاري. سؤال ثاني برضو اجانا هل كان عندهم مشكله المستثمرين انه مثلا عندكم كذا شركه في كثير ناس بحاولوا يجيبوا انفستمنت لعمل معين بس بيكون عندهم بزنس ثانيه على جنب
بالنسبة لكم هل هذا شكل أي نوع من الـ يعني تسألوا فيها تسألوا عنها يعني المستثمرين هاي الشغلة أو كان في عندهم يعني تعرف؟ يعني هو اكيد موضوع بنطرح يعني موضوع بنطرح وبنقعد نحكي فيه وهي باخر النهار يعني الشغله بغض النظر الواحد كم شركه عنده لازم يكون في من الانجل انفستر لازم يكون في باين فالانجل انفستر اول ما بضخ مبلغ اول ما بيستثمر بالشركه بيكون عنده باين بالمانجمنت تيم بالاداره اللي هي عم بتدير الشركه فبيشوفوا يعني بطبيعه الحال احنا لما بلشنا مع الانجلز ما كان سيد فاندنج فكان اوريدي في تاريخ وفي نتائج ملموسة وواقعية ومن آخر النتائج اللي إحنا أجتنا إنه بال All World Ranking طلعنا من أكثر ولا أكثر 30 شركة نمواً بالأردن ومن أكثر 500 شركة نمواً في الوطن العربي ففي نتائج ملموسة واقعية بس لا شك إنه إنه إن هذا الموضوع بينطرح وإذا الإنجل إنفستر بيقتنع بيستثمر وإذا ما بيقتنع ما بيستثمر يعني هي كمان تعتمد على كثير قصص تانية كل شغلات تانية هو الموضوع فوكس يعني على الآخر الواحد وين تركيزه يعني بصراحة هو إذا الواحد يعني ممكن الواحد فعلا انه يركز على شيء واحد وفعلا يعني يشتغل قد 10 فعلا حتى لو انه وقته يعني وقته عم بقسمه على اكثر من مشروع شو المشروع اللي عم بيركز عليه شو على الاخر الدي تو دي تبعه وين هو وهذا كمان انا بالنسبه لي كثير مهم لانه هون يعني الواحد عم بيستثمر كل وقته بشيء واحد صح وغلط الواحد يكون جاك اوف اول تريدز ماستر اوف نون يعني عنده يحكي والله انا عندي 5 شركات بس 5 هذا بقلق يعني اذا انا عندي 5 شركات بس اذا عندي مثلا شركتين وشركتين بنفس الفيلد بنفس الاندستري بالضبط وبيصفي فيه بجوز لها كثير كمان نقاط ايجابيه في عندك ايكونوميز اوف سكوب بيناتهم ممكن انا في زي نوليدج سبيل اوفر انا اتعلم شغله من وسو هذا الحكي صار يعني اكيد بصير 100% ويصير في عندي ادد فاليو على البزنسز الثانيه اللي انا عندي ف او مثلا واحد ببني عمارات وعنده ويب سايت بجوز كمان هذا يعني بجوز مقلق اكثر يعني من انه يكون بنفس المجال سؤال ثاني في حال وجد خساره كيف بتكون ردة فعل الانجل انفسترز ممكن انه يقادوكم يعني ممكن يقادونا ما ظنيت هي ان شاء الله لا يعني ان شاء الله لا بس هي حسب قديش الانجل انفستر سوفيستيكيتد يعني قديش عارف الريسك اللي داخل عليه انه هالشغله ممكن تصير هاي ممكن يكون عارف وممكن مرات يعني الامور باي شركه اذا اتوقع اذا الواحد يعني انت حكيتي عن البنود اللي احنا يعني احنا الواحد لما ياخذ مصاري من انجل انفستر بياخذها عشان يعمل 1-2-3 احنا بالنسبه لنا يعني توسعنا بالخليج فتح مكاتب برا الاردن والى اخره اذا احنا اخذنا هذا المصاري والله اخذنا كل الشركه على البهامز وطلعنا فيكيشن يعني ممكن اكيد يقادونا فيعني هاي هي الفكره انه الواحد ما دام يعني عمل اللي عليه وعمل من البنود وكان يعني كان امين فعلا امين على مسؤولياته هذا اتوقع اكثر شيء اي واحد ممكن يطلبه من حدا ثاني يعني صحيح وما دام الامور واضحه يعني ما في مفاجآت بتفضلوا انه يكون في 2 او اكثر انجل انفسترز فايتين على الديل يعني عددهم يعني أكثر من إنجل إنفستر أكثر من واحد يعني أكثر من واحد إحنا عندنا 3 مبسوطين ومتفاهمين معهم كثير ممكن يكون واحد كمان يعني ما في الرقم السحري اللي بيحكي لك خلص بده يكون واحد أو 5 حسب يعني أنا الثلاثة اللي عندنا مثلا مستثمر بالسعودية المملكة العربية السعودية وعندنا كمان مستثمرين أردنيين كل واحد عنده added value معينة وإحنا بطبيعة الحال يعني ما جربنا الخيار إنه يكون عندنا واحد أو 2 أو 4 إحنا اللي جربنا 3
ومبسوطين بهذا الخيار ومرتاحين فيه. وانا بالنسبه لي يعني في عندك نقاط ايجابيه ونقاط سلبيه بالنسبه لعدد الانجل انفسترز، يعني كل ما زادوا طبعا ممكن كل واحد يفيدنا بطريقه مختلفه، فيعني هاي بالنسبه لي يعني ارجيومنت ان الواحد يكون عنده انجل انفسترز اكثر. اما كل ما زادوا الواحد لازم يعني تو مانج مور ريليشن شيبس، يعني لازم فعلا انه يحكي مع كل واحد، اذا شيء صار جديد بالشركه يحكي لكل واحد بالشركه ياخذ رايه كمان، لانه كل واحد منهم مستثمر. فيعني هدول النقاط الواحد لازم يوازن بيناتهم، وعلى اخر القرار يعني مختلف لكل شركه. هلا انتم الحمد لله يعني نجحتوا بشركتكم ومشروعكم، بس اذا لقدام المستقبل كان في مراحل ثانيه بدكم تجيبوا فيها برضه استثمار جديد، تمشوا بنفس الخط وتبحثوا عن انجل انفسترز، ولا ممكن تمشوا بخط ثاني؟ ما بنمشي بخط على حساب خط بصراحه، يعني انه ما بنسكر اي باب او ما بنسكر ابواب من حدا. الخيارات موجوده سواء كان في سي انجل انفستر او اي خيار ثالث ممكن يكون موجود، وممكن يكون يعني خليط بيناتهم، يعني مش شرط الواحد، يعني لما الواحد يجي يحكي انه سيد فاندنج بعد المرحله الثانيه انجل انفستنج واللي وراها تكون فينتشر كابيتال، يعني مو شرط الواحد يطلعها مثل السلم، يعني ممكن الواحد ياخذ من هون وهون، يعني الشغله مش ابيض واسود يعني. بالضبط. كذا شخص سأل نفس السؤال، إجاكم عروض من شركات كبيرة لتشتري أخطبوط، وإذا إجا هيك عروض ليش ما بعته؟ إحنا أجانا شوية عروض بس ما بعنا، لأنه الوقت بجوز مش مناسب، وإحنا ما يعني حابين إنه إحنا نكبر الشركة وإحنا نمشي فيها، ولسه المشوار طويل يعني، ما بنحتاج ان نبيع هلا. وبعدين انه بصراحه يعني بيجيك العرض، بس العرض يعني ممكن يكون عرض مغري، وممكن يكون عرض يعني مش الواحد مش مقتنع فيه يعني. فبنفس الوقت اذا احنا مقتنعين انه قيمه الشركه اكثر من العرض اللي عم بيجينا، اكيد ما راح نبيع. يعني الواحد دائما يعني لازم يطلع على هيك، يعني يطلع على الشغله، يعني يقارن شو اللي عنده اياه مع العرض اللي جاي. شو الدروس اللي تعلمتوها من العمل مع الانجل انفسترز؟ دروس شو الدروس تعلمناها؟ يعني دروس مثل ايش؟ يعني خلينا نحكي بالنسبة للعلاقة اللي بنيتوها بينكم وبين الانجل انفستر، حكينا قبل عن العقبات او يعني الاشياء الصعبة، بس بالنسبة للاشياء اللي استفدتوا منها. انا احكي لك درس واحد، انه الواحد اذا بفكر يعني الانجل انفستر فعلا راح يعطيك دعم، وبنفس الوقت يعني راح يعطيك ثقه من عنده، وهذا كله له وزنه، بس ما راح يعطيك اكثر من هيك اذا انت ما رحت سالته او ما رحت فعلا نكشته. يعني الانجل مستعد يساعدك، بس مش اول شيء، انت مش اول شيء على باله يعني بصراحه. يعني الواحد فعلا يعني لازم يكون برو اكتيف مع الانجل انفستر، اذا بده شيء منه ما يستحي يجي يحكي له انا بدي اياك تساعدني بواحد اثنين ثلاثه. أسوأ شيء ممكن يحكي لك والله الصراحه الشغله مش بايدي، واحسن شيء ممكن يحكي لك اياه انه ممكن اساعدك. اما اذا انت ما سالته ما راح يضل فوق راسك، قل لي شو اللي بدك اياه، كيف بقدر اساعدك، اتسترا. يعني هذا الحكي ما اتوقع ما بصير معنا بالايجنس. فانا بالنسبه للشيء هذا تعلمته، انه الواحد يعني بعد ما يخلص من مرحله الانجل انفستمنت والله عنده المستثمرين وكل شيء، لازم هو صراحه يكون فعال وهو يستفيد من هاي العلاقة من حاله، مش يستنى الشغلة تيجي. وفي كمان شغلة، انه الانجل انفستر بس يعطيك نصيحة ويعطينا نصيحة، نورجيه انه احنا على الاقل يعني اخذنا بنصيحته ودرسناها وبناء على هذا اخذنا القرار الفلاني. ما يحس انه احنا بس سألناه سؤال بس عشان نسأل وبالاخير خلص اللي بدنا نسويه سويناه. يعني يكون الواحد مفتوح لأي اقتراحات او اي آراء تانية بتكون، حتى لو كانت مش زي الأفكار اللي كانت بباله أو الشغلات اللي كان بده يسويها، لأنه بطبيعة الحال الواحد قد ما بيكون بفكر حاله إنه بيعرف، في كتير ناس بيعرفوا أكثر منه صح. وكتير ناس عندهم خبرات أكثر منه. فيعني مهم إن الواحد أو الإنجل إنفستر نفسه يحس إنه المعلومة اللي عم بيعطيها والنصيحة اللي عم بيعطيها إنها إلها قيمة بنظر الشركة وبنظر الانتربرنور.
في واحد من الشباب بسأل عن الكتب اللي أكيد قريتوا كتب كتيرة ساعدتكم بهالمجال، في شي كتب هيك that you recommend واحد يقرأ؟ ما بنقرأ كتب، ما تقروا. لا في حسب، يعني في عنا كتب سيلز، كتب استراتيجي، كتب ماركتينج، كتب يعني احنا من احدى الكتب اللذيذه اللي ممكن تساعد كثير Good to Great. كتب سيلز مليان، في عندك براين تريسي وزيك زيجلر، هذول اوثرز بالسيلز، واحنا وي بليف انه معظم الشغلات الواحد ما بنولد وبيعرفها، يعني لازم الواحد يسعى ورا المعلومه حتى لو انها بسيلز او ليدرشيب او اي شيء من هذا النوع. انا بس بمجال الانجل انفستنج بصراحه، انا كتب ما كنت اقرا كتب بالذات عن انجل انفستنج، بس كثير كنت اقرا ارتكلز وكثير كنت اقرا بلوجز عن استراتيجيز، يعني بالذات بالنسبه للمفاوضات النيغوشيشنز، يعني هذا كمان طابق لحاله، الواحد يعرف كيف يفاوض، مش بس مع انجل انفسترز، مع فينتشر كابيتال، يعرف شو النقاط الايجابيه والسلبيه، يقدر يفهم البلوجز والارتكلز مليانه، ويعني اي حدا ممكن يسالنا كمان على تويتر، احنا ممكن انا ننصح تبع اخطبوط كمان، مش غلط الواحد يستفيد منه شوي، والبلوجز كمان مهمه خصوصا بالمجالات اللي بتتطور بسرعه. بالضبط، يعني اذا انا بدي اطلب كتاب من امازون، وحتى لو الكتاب معمول يعني معمول جديد، سوشيال ماركتينج، سوشيال نتوركينج، شغلات زي هيك، سوشيال سيرش انجن اوبتمايزيشن، يعني شغلات بجوز بكره تطلع شغله جديده. فمش غلط كمان الواحد يكون مطلع، لانه الانترنت دائما المعلومه فيه بتكون احدث، فبتعتمد على نوع المعلومه اللي انا بدي احصل عليها. اعتمدتوا شيء او تعتمدوا شيء على المنتورز الملهمين او المرشدين، البزنس منتورز غير الانجل انفستورز؟ اكيد اكيد، يعني احنا بالنسبه لنا مثل ما حكى لك يوسف، احنا عندنا الحمد لله يعني من خلال مؤسسه انديفر، احنا عندنا بورد اوف ادفايزرز وعندنا منتورز، واحنا عندنا منتورز يعني شخصيين، يعني واحد منهم ماهر قدوره فرضا على سبيل المثال، يعني بيساعدنا وبيعطينا نصائح، ويعني المنتورشيب تبع غيره من منتورز كثير مهم، شيء من قدره يعني صراحه، لانه المنتور بيكون كمان عم بيعطي من وقته، وبيكون بده يفيد، وغايته بس انه بده يفيد بالضبط، مش غايته انه بده اي عائد مادي، فهاي كمان بحد ذاتها شغله يعني اتس ادميربل بيسكلي اللي عم بسووه. شو نصيحتكم للشباب الرياديين اللي مثلكم اللي عم بفتشوا على انجل انفسترز او فينتشر كابيتالست؟ نصيحتنا يعني بتوقع هي في كثير امور ممكن احنا نحكي فيها، يعني بشغلات معينه حسب بس يبلش، بس بده يفتش على انجل انفسترز والى اخره، بس بطبيعه الحال انه في شغله الواحد اول ما ببلش بفكره بتكون بباله الفكره احسن شيء بالعالم، وبطبيعه الحال البني ادم هو طموح ومتفائل، فدائما بس تخطر بباله فكره يكتب بزنس بلان ولو انها مختصره، يشوف اراء اشخاص ثانيين، يعمل دراسه للسوق وللفكره، يشوف اذا اساس عشان يزيد بنسبه نجاحها، يعني هاي بالبدايه ما يعني اول ما تخطر بباله فكره خلص روح يسويها، واذا ما زبطت اوكي بجرب شغله ثانيه، واذا ما زبطت بدخل على شغله ثالثه، يعني حاول، ما في شيء اكيد، ما في شيء مضمون انه ينجح، بس بطبيعه الحال كل ما الواحد بجرب يكون عنده معلومات اكثر عن الفكره وعن الشيء اللي بده يسويه، كل ما نسبه نجاحها بتزيد، وما كمان ياخذ الاكستريم انه يضل سنه يفكر في الموضوع بعدين واحد ثاني او شركه ثانيه تباشر بنفس الفكره، بس يحكي ما انا هاي فكرتي، انا كنت اسويها بس والله اخذها مني، ما فيش شيء اسمه اخذها مني، فلانه انا اذا في فكره ببالي اكيد غيري ببالهم نفس الفكره، وهي اتس اول ان هاو يو اكزكيوت، وذاتس بيسيكلي يعني شو ممكن يقرر او يزيد بنسبه نجاح الفكره او يقلل من نسبه نجاحها. انا بس يعني ازيد شغله، اذا الواحد عم بدور على انجل انفستر ومش فاهم شو معنى المصطلح وشو هو الانجل انفستر، يسال حاله ليش،
انه شو بدي انا بالضبط؟ يعني انا يعني بدي مصاري عشان اكبر شركتي، يروح على جوجل، يروح على بلوجز، يروح على تويتر، يروح على كذا، يبدا يفهم شو انجل انفسترز، شو هم الخيارات الثانيه اللي مفتوحه قدامه غير الانجل انفسترز، شو المرحله اللي هو فيها بشركته، يعني فعلا يثقف حاله ويعلم حاله شو معنى كلمه انجل انفستر. وانا بالنسبه لي هل هو هذا التمويل المناسب لي ولشركتي بوضع هالحال؟ يعني ما يتسرع بس يسمع هالكلمة يفكرها موضة ويلا نروح ندور على Angel Investors. فأنا بالنسبة لي غيره يعني أنت عندك، أنا بدي Angel Investors كمان. وشو هي المطبات اللي واجب تجنبها بالعلاقة بين المستثمر والصاحب الاستثمار؟ كثير بيعتمد على مين Angel Investor، كثير بيعتمد على علاقتك الشخصية مع Angel Investor، لأنك أنت بطبيعة الحال Angel Investor هو شخص ومش شركة. الشركة زي ما حكى محمد عندها بورد، عندها شوية بيروقراطية، عندها القرارات بياخدوها كمان أكثر من واحد بيكون له دور باتخاذ هذا القرار. بس أنا بس أتعامل مع إنجل إنفستر، إنجل إنفستر هو شخص، فهذا الشخص أنا مهم كمان علاقتي الشخصية معه كيف، هو علاقته الشخصية أنا معي كيف، وبناء على هذا الحكي ما راح يكون، يعني بيبين المفروض من الاول يبين انه انا ما راح يكون في بيناتنا مشاكل او في بيناتنا اوريدي تفاهم. مش غلط الواحد يسال، يعني انا مثلا هذا الانجل انفستر اللي انا بدي اياه يستثمر بشركتي، باي شركات هو مستثمر؟ مستثمر بشركات ثانيه؟ طيب كيف علاقته كانت مع هاي الشركات الثانيه؟ كيف قدمت هاي الشركات الثانيه اول ما دخل عليهم الانجل انفستر؟ اذا هاي الشركه الثانيه انا بعرفهم ممكن احكي معهم اسالهم كيف كانت العلاقه بينكم وبينه، كيف طبيعه شخصيته الى اخره. يعني هي بتوقع جوابي لسؤالك انه تعتمد على شخصيه الانجل انفستر وعلاقه الشركه والانتربرينورز مع الانجل انفستر. شيء ثاني بتحبوا تضيفوه قبل ما نختم هالويبينار؟ انه بصراحه احنا بالنسبه لنا يعني اي واحد موجود هناك، يعني هلا خلص يعني اذا بده يحكي معنا على تويتر، بده يبعث لنا ايميلات، عنده اي اسئله @اخطبوط @اخطبوط وحتى @اس يعني بيرسونلي اذا حدا بده يحكي معنا. احنا صراحه اي شيء احنا تعلمناه، اي شيء احنا بنقدر نفيده لغيرنا صراحه احنا بالعكس يعني هذا واجبنا. ويعني بليز يعني اللي بده يسالنا اي شيء ما جاوبنا عليه بهاي المحاضره يعني بنقدر يعني نجاوب. احنا كثير ناس ما قصروا معنا، واحنا بطبيعه الحال اذا اي حدا بده شيء منا ما راح نقصر معه. اوكي يوسف شمون ومحمد حش حسن من اخطبوط، شكرا كثير على هالويبينار اللي فعلا كانت مفيده ممتعه، ونشوفكم قريبا. ثانك يو، شكرا، اهلا.